سلمان ليه شلاحي يلا شلاحي هلا يا سلمان هلا بك ارحب كيف حالك سلمان والله بخير وبالسلامة عساك طيب شو اخبارك شو اخبارك سرني عنك امورك زينة الله بخير ايضا انك متذوق للشعر يا سلمان ولا ما ادري ها تقدر تقول ابشر بس عاد الله يوفقنا وياك عندك الصناديق ونبغى نشوف الصناديق يا حبيبنا سلمان سلمان اختار عندك اثنين ايش رايك؟ ها؟ ايش رايك؟ والله الامر عندك التلميحة وراحت عندك باقي ثلاث صناديق 17 لسلمان المطيري لا والله ما هي تلميح يقول قرية الكلادة التراثية هي قرية تاريخية تقع في مركز بني سعد بمحافظة في المملكة العربية السعودية هل هي محافظة الطائف ولا الرياض ولا الجوف؟ هدوء يا شباب ما بعد بدينا البرنامج واستزعاجكم واصل يلا والله دحين ناسي يلا الطائف الرياض الجوف اختار قرية الكلادة التراثية خلني بتك طلع الوقت معنا الوقت بيروح الوقت بيروح اختار الثاني يفنص الرياض وش انت اخترت الطائف الرياض الجوف اختار واحدة الجوف صراحة. الجوف الجوف ها والله إجابة خاطئة إجابة خاطئة يا مغششني بعطيك كوارا هللة إذن سالب 100 هللة تمنح ومعنا ركان بن عبد الله الغامدي تحية الركان هلا وسهلا